There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. السلام عليكم حبيباتي ديالي، كي بقيتو مزيانين؟ كنتمنى لكم تكونوا بألف خير، وكنقول لكم مسبقا عيدكم مبارك وسعيد باش تمنيتو. وهاد الليلة ديال 27 ليلة القدر، كنتمنى لكم أحلى الأيام والسعادة للبنات، واللي ما مزوجاش الله يسعدها والله يجيب لها شي ولد الناس، واللي مازال كتنتظر الوليدات الله يسهل عليها ويعطيها الدريه صالحه والامهات شي حجه، والوليدات اللي كيقراو والبنات اللي كيقراو الله ينجحهم في الدراسه ديالهم والله يسهل امورهم. ودابا ما نطولش عليكم، غادي نبدا معكم واحد الفيديو، واحد الفقاس ساهل ماهل للناس الدراويش، ما كاينش المقادير ماشي كثيره، وكيجي زوين بزاف الانسان يحطو في المائده ديال العيد نتاعو. ونبداو على بركه الله. كنحتاجو لهذا الفقاس بلدي، كنحتاجو كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، ثلاثه ديال البيضات، الجنجلان جوج معالق، كنحتاج خماره حمراء، كنحتاج الزه وحده بيضه، كنحتاج معلقه ديال النافع. على بركه الله نبداو. غادي ندير البيض ديالي، ثلاثه ديال البيضات كونوا بحرارة المطبخ. هاهما صدقوني كيجي زوين وسهل، ما فيهش المقادير بزاف. غادي ندير عليه سنيده، كاس ديال سنيده، كاس ديال العنبه، وغادي نزيد عليه واحد غنية، وغادي نخلط مزيان حتى ينسجم لي البيض مع السنيده وذوب السنيده. اللي بغى يستعمل الدراري يستعمل، زعما انا غير شويه بغيت نستعمل يدي. هانتوما حتى تطلق البيض مزيان وتبدل اللون ديالو. ودابا غادي نزيد الكاس ديال الزيت، وغادي نزيد جوج معالق ديال الجنجلان. اللي بغى يزيد المكسرات ولا غير زيدهم، انا اكتفيت بهذا الشيء. دي معلقه ديال النافع، اللي بغى يزيد اللوز ولا كاوكاو صدقوني ما كيتهرش هذا، وكيجي زوين. غادي نعطيكم السر باش ما يتهرس لكمش الفقاس نتاعكم. ودابا غادي نزيد الطحين شويه شويه. هانتوما الطحين راه سبق لي غربلتو، والطحين غادي ندير كل واحد على حسب الطحين نتاعو. انا المهم غادي نقول لكم عين ميزاني على حسب العجينة، ما غاديش نديرها قاسحة بزاف، ما غاديش نديرها خفيفة. هانتوما دابا غادي نزيد الخميرة تاعي وحدة، وغادي نزيد الطحين حتى نحصل على القوام اللي بغيت. دابا انا قسمت العجينه ها القوام، ما قاسحاش. هانتوما رطبه، هانتوما درتها قسمتها على جوج، وغادي ندير هاد البودان. هانتوما غادي نديرها فوق سطح العمل،
غادي نديرها لي بودان. وانتم ما غاديش غادي نديرهم غير هكا، نشوف الاخرى. صدقوني كيجي زوين، والسر باش ما يتهرش ما تشعلوش الفران من قبل، حتى تدخلوا الفقاس بعد شعلو وتكون النار مهيله والفران يبقى شويه مهوي مشدودش كاع. هذاك هو السر اللي ما كيخليش الفقاس يتشقق. ودابا انا خلطت واحد البيضه اصفر بيضه مع شويه ديال نسكافي، وغادي ندهن الفقاس نتاعي. انا كندهن الفقاس ديالي وما غاديش نخلي، ما تحتاجوش كاع تخليو هذا الشكل هذا يبات كاع نهائيا. غادي نقطعو اي طيب، غادي نقطعو مباشره. هذا هو السر اللي ما كيخليش الفقاس يتشقق ولا يتهرس. الفران شعليه وعاد دخلي الباكيت ديالك اللي درتي لي بودان ديال الفقاص هما الاولى، عاد شعلي الفران وخلي الفران شويه مهوي، ما تشديش كاع ما تغلقيهش باش ما يعطيكش داك التشققات اللي كيبقى كيتشقق الفقاص وكتجيك صعوبات كيبقى كيتهرس. غادي ندهنو كله، غادي ندير واحد الزواقه بالفرشيطه. دابا انا غادي ندير لهم هكا باش كيجي واحد المنظر ملي كيطيب كيجيو زوينين. انا درت نص الكميه، وانتم الا بغيتوا تضبلوا المقادير ضبلوها. انا درت 3 د البيضات، كاس في كاس ديال الزيت، كاس ديال الزنينه، وانتم ديروا 6 د البيضات ولا كل واحد على حساب اللي بغى. انا اكتفيت بهذا القدر غير باش نزوق المائده ديالي ديال العيد. ها انتم، ودابا غادي نديه الفران. ما شاء الله الفران ما حتى شي حاجه تندير، وعاد غادي نشعل الفقاس نتاعي. ها هو بارد، انا كنقطعو وغادي نمشي هكا حتى نسالي. انتم ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. ثم غادي نمشي تنكمل، انا كنكمل البودان تاعي الجاوج ديال الفقاص، وغادي نديرو يتحمر. خص الموس يكون ماضي، غادي نكمل الاخير نرجع معكم ملي نحمرو. الفقاس نتاعي مجد، هانتوما جا زوين جا هشيش. هانتوما بصحتكم وراحتكم، كنتمنى ينال اعجابكم وشكرا، عيد مبارك وسعيد باش تمنيتو. ودابا الشكيل الثاني اللي غادي نوجد معكم، هذا الكاوكاو هذاك الرقيق الاحمر، جبتو حمرته شويه وفرفشته. هانتوما كتشوفوا بالقشور ديالو بكلشي فرفشته. عندي بياض البيض، وعندي الجنجلان، وعندي الكونفيتير ديال الحلوه. غادي نروي هاد، غادي نعجن هاد الكونفيتير ديال الكاوكاو، غادي نعجنو وغادي نرجع معكم ونشوف. ما غادي ندير اللي بغا يدير فيه نكهه اللوز يدير، انا ما غادي ندير فيه الا نكهه ديال الفاني. غادي نزيد هاد الفانيه، نسمو بالفاني، وغادي نجمع العجنه نتاعي ديال الكاوكاو
غادي نرجع معكم الا خاصني غادي نزيد شويه ديال الكونفيتير. غادي نبقى انا جمعته غادي نبقى كندير كويورات هانتوما وغادي نحط في البلاطو تنسالي كلهم الكويورات وغادي نفندهم نحشيهم في بياض البيض ونديرهم في الجنشلان. بقاو معايا حتى انا هانتوما دغيا كيتجمعوا صدقوني كتجي زوينه كتدخل الفران غير 5 دقائق ونحيدهم غير طيب داك بياض البيض كتجي زوينه اللي بغى ينسمها بالنكهه اللي بغى. انا اكتفيت بالفاني وغادي نمشي على هاد الشكل كويورات عيني ميزاني. ودابا من بعد ما عجنت كاوكاو نتاعي بالكونفيتير هنا درت كويورات هكا هانتوما ودابا غادي نديرو في بياض البيض هكا غادي نديرو في بياض البيض وغادي نديرو في الكاوكاو في الجنجلان عفوا نديرو في الجنجلان غادي ندير بحال هكا نفندو مزيان في الجنجلان هكا كاع نملسو في الجنجلان هكا نملسو وغادي ندير حفيره بيدي هكا هكا وغادي نديرو في اللاطا هانتوما حفيره ولا تحطوه وديرو بشي اله اللي عندو الاله بحال الجراره ديال الشباكيه وغادي نمشي هكا كنصايب هانتوما هالحلوه ديالي بعد ما صايبتها درتها في اللاطا الفران راني شعلته غادي ندخلها 5 دقائق غير على حساب بياض البيض ونخرجها ونتلاقى معكم في التزيين. ودابا دوت الشكلاط البيضاء وغادي ندير هنا نعمر هذوك الحفيرات كلهم من بعد ما زينتهم بالشكلاط البيض غادي ندير نقيطة ديال الشكلاط الكحل غادي نمشي هكا كنصاوب غير نقيطة كتجي بحال العوينة. وها الشكل النهائي ديال الحلوة نتاعي ملي درت كنتمنى تنال اعجابكم وبصحتكم وراحتكم وكنقول لكم عيدكم مبارك وسعيد باش منيتو ان شاء الله طول الاعمار واللي عندها شي امنية الله يحققها لها وعواش مبروكه.